بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد سعودي ممثل لسجيام سوس مساء. اليوم حضرنا انطلاق برنامج دعم الشباب المقاولة الصغرى اللي تقام من تنظيم مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع جمعية طريق بن زياد وبحضور السيد الكاتب العام. بالمناسبة نتمم المجهودات الكبيرة اللي كتقوم به مؤسسة محمد الخامس لمحاربة الهشاشة وتشجيع الشباب من أجل الاستثمار. لواحد البرنامج اللي تم تخصيص ديالو واحد 96 مليون درهم، يعني واحد تصادم ملاير 600 مليون سنتيم. وبالمناسبة أدعو الشباب الإقليم الشوكاي تبعها لتشجيع والاستثمار من أجل خلق فرص الشغل للشباب. كنتمناو هالمرة يستثمروا في القطاع السياحي، خصوصا إقليم شتوكا أيتبها عنده الدائرة الجبلية. كنتمنى ونشوفوا السياحة الجبلية وتشجيع السياحة الجبل بالمنطقة، وكذلك عندنا الدائرة الساحلية. إقليم شتوكا أيتبها عنده واحد الشريط الساحلي اللي هو كبير من جامعة سيدي بيبي حتى الحدود الإقليم من إقليم تيزنيت. يعني نتمنى ونشوفوا السياحة الساحلية وتشجيع السياحة الساحلية في هذا الإقليم. فبعد برنامج أوراش وفرصة، اليوم جات الفرصة ديال دعم الشباب من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع جمعية طارق بن زياد. هذه فرصة أخرى للشباب الإقليم باش يتشجعوا إن شاء الله ويستثمروا في هذا المجال إن شاء الله. وبالمناسبة السجيام غتفتح الأبواب ديالها مفتوحة من أجل المواكبة والمصاحبة من أجل إنجاح وترسيخ المشاريع ديال الشباب الإقليم الشوكاي تبعها. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.